إذا هذه أول مرة لك في السعودية وحابة أنك تستكشفها بطريقة مختلفة، أنصحك أنك تزور بيت سعودي وتتعرف على أهله عن طريق هاي الهاتف. أهلا وسهلا، أنا نور السعدون، أنا من الرياض المملكة العربية السعودية. تربيت الحمد لله في عائلة سعيدة مكونة من 7 أفراد أخوان وأخوات. خلال يعني نشأتي كانوا دائما يعني الوالد والوالدة يشجعوننا أنه إحنا نتعلم اللغة الإنجليزية وندرس حتى مع ثقافات وجنسيات مختلفة. فأتذكر أنه كنا دائما كل نهاية صيف نروح ندرس اللغة في بريطانيا، وخلال دراسة اللغة كنت أتعرف على يعني طلاب من جنسيات مختلفة، من إيطاليا، من يعني من الوطن العربي، أشياء كذا كذا جنسية. وكانت دائما يعني أمي توصيني نلتزم في ثقافتنا وهويتنا، بس في نفس الوقت نتعرف على الثقافات الثانية، نكون متفتحين على هذا الشيء. درست الجامعة في جامعة الإمامة هنا في الرياض، درست اللي هو إدارة الأعمال، تخصص تسويق وإدارة الجودة، وبعدها كملت دراسة الجامعية، رحت على بوسطن في أمريكا ودرست اللي هو ماجستير في Global Marketing Communication وAdvertising اللي هو التسويق الدولي. خلال هذه الدراسة كانوا معي تقريباً 30 طالب وطالبة، 15% منهم أو 15 واحد منهم كانوا من دول مختلفة، وهذه كانت فرصة عظيمة لي أني أكتشف حبي وشغفي في أني أنا أتعرف على الثقافات الثانية وأعرفهم على جمال واختلاف وتميز دولتنا أو ثقافتنا السعودية. وبدأت يعني بعد تخرجي بدأت أنه كل بين فترة والثانية أسافر وأكتشف دولة جديدة تماماً بالنسبة لي. زرت كولومبيا، كوبا، الأرجنتين، كلها دول كانت مرة مختلفة بالنسبة لي. ودائماً خلال سفري كانت يعني كلمة الوالد الله يعطيه الصحة والعافية أنه أنتم سفراء لوطنكم، أنتم سفراء لوطنكم. فكنت أحاول صراحة قد ما أقدر أنه أتعرف على الدولة نفسها وأعرفهم كمان علينا إحنا. فبدأت في التدوين وصرت أكتب تجارب هناك، وكانت صراحة السفر بالنسبة لي ما هي بس يعني تغيير جو أو متعة، كانت أيضا بالنسبة لي اكتشاف، يعني أحس أن شخصيتي تنضاف لها أشياء جديدة من خلالني بس أسافر وأجرب تجارب جديدة. واحدة من التجارب اللي ما أنساها لما رحت كولومبيا، أول يوم لنا في العاصمة اللي هي بوغوتا لقيت تجربة رائعة اللي هي أنك تزور بيت اللي هو عائلة كولومبية وتطبخ مع العائلة وتجلس تاكل معهم. على طول رحت وحجزتها مع صديقاتي اللي كانوا معاي، حبوا الفكرة، رحنا هناك. كانت هذه أفضل تجربة بدأتها من دخلت كولومبيا. طبخنا، عرفنا إيش أهم المكونات لهم، جلسنا معهم، اكتشفنا قديش إحنا أول شيء نتشابه، وفي نفس الوقت هم لطيفين جداً جداً. فمن أول يوم إلى نهاية السفرة أنا كنت واقع يعني بحب الحمد لله هذا الشعب، ورجعت يعني بستيريوتايب مختلف تماماً. في نفس الوقت قلت ليش ما يكون عندنا شيء كذا في السعودية، يعني إحنا أولى بهذا النوع من التجارب. أول شيء بلدنا غنية، اختلاف التضاريس، اختلاف الثقافات، اختلاف الأكل، وفعلاً ثرية. والشيء الثاني إحنا كرمة كشعب، يعني كرمة في استقبال الضيف وننبسط في استقبال الضيوف. بعد ما رجعت من كولومبيا كنت حابة الفكرة كثير، واللي ساعدني مرة والدي الله يعطيه العافية، أصلاً كان يحب يعزم عنده يعني هنا المقيمين أو الضيوف ويعرفهم على الثقافة السعودية. فكان أكثر مرة يعني نادي مثلاً ضيوف من كذا مكان، من ألمانيا، من اليابان، يناديهم على مزرعته اللي هي في الغاط تبعد تقريبا ساعتين، فكان يوديهم يوريهم الجبال، يوريهم النخل، حبا منه في التعريف في ثقافتهم. فأنا كنت أشوف كيف
رأي الغير السعوديين اللي يزورون هذه الأماكن ويزورونا في البيت كيف كانوا يستمتعوا كثير. جاء في بالي أنه أنا توني راجع من كولومبيا وفي هذه التجربة الناجحة جدا، خليني أبدأها بشكل كذا خلينا نقول تجاري. فبدأنا هنا عندنا في الرياض. طبعا كان في البداية استفسارات، يعني كيف راح تخلينهم يكون عندنا ناس غريبة وكيف راح تنجحين في هذا الموضوع، هو شيء جديد، يعني كيف راح تلاقين عوائل ثانية. قلت لهم خلونا نجرب ونشوف، والحمد لله أنه كان عندهم إيمان فيني ودعم لا محدود وجربنا. بيتنا هذا اللي أنا أتكلم منه الحمد لله كان هو أول بيت في المنصة، واستقبل إلى اليوم من كل مكان في العالم، والحمد لله يعني لازلنا نقوم فيها بكل حب يعني ومتعة الحمد لله. حيهم تعني بالعربية أو بالسعودي عندنا أهلا وسهلا، أنت ضيف مرحب فيك. هاي هوم بالإنجليزي تعني يعني مثل ما اقترحها أخوي نايف أنه اللي هو هاي ويلكم تو اور هومز. فاحنا هنا ضربنا عصفورين بحجر انه حيهم يفهمونها اكثر السعوديين، هاي هوم يفهمونها اكثر العرب وكل الجنسيات في العالم. منصة هاي هوم او حيهم تخليك اذا انت عندك ساعة او ساعتين في البلد في الرياض او في جدة او في مكة وحاب انك كذا تاكل اكل منزلي، تتعرف على الثقافة من أهلها نفسهم، أو أنك تجرب كذا تجربة مرة مختلفة، أنك تدخل على الموقع تختار أي مدينة أنت فيها في السعودية، تختار إيش اهتمامك، طبخ، تجول في المزرعة، تراث، وتحجز البيت اللي يناسبك، وبعد حجزك لها ممكن تزور هذا البيت، تتعرف على العائلة، تاكل معاهم، تطبخ معاهم، أو تقضي ساعة أو ساعتين مستحيل تنساها، بدل ما أنه كل يوم تاكل في مطعم أو في تقعد في الفندق. هذه تجربة تخليك كذا تخوض تجربة ثقافية مميزة. كان عندنا تحدي كبير، كيف نقدر نلاقي عوائل وبيوت أكثر يستقبلون السياح. بدأنا في المعارف، شريكي فهد السويلم قال اللي هي بنت خالته اللي هي كانت مهتمة في الثقافات انه يلا افتحي بيتك، فتحت بيتها واستقبلت عندها ضيوف. صديق والدي نفس الشيء فتح عنده مزرعته. فكانت كذا انتشار الفكرة انه نسأل المعارف والاصدقاء واي احد مهتم نضمه معنا. طبعا لما احنا نقولهم الفكرة انه ترى أنت راح تستقبل عندك الضيوف بس راح تستقبلهم في مقابل، كان البعض ردة فعله شوية استغراب أو استهجان، كيف أنا أقدر أستقبل عندي ضيف وأكرمه بس أخذ منه مبلغ مالي. فكانت وسيلة إقناعنا لهم فكرتين، أول شيء أنه لابد أنه يكون في مبلغ مادي عشان يضمن الاستمرارية، أنك أنت تستمر تستقبل وتستقبل في جودة ممتازة، فلازم يكون في مبلغ مادي. الشيء الثاني أنه تضمن جدية الضيف. دائما يعني إحنا لاحظنا أن الضيوف اللي تدفع تضمن أنه هو يجي في الوقت وأنه هو فعلا راغب ومقدر للثقافة أو التجربة الثقافية اللي هو راح يخوضها. واحدة من القصص الحلوة، كان عندنا سائح من هونغ كونغ وجاية زيارة للرياض وجت على وقت رمضان، فهي يعني عايشة في فندق في غرفة لحالها، اكتشفت عن طريق الصدفة انه في موقع اسمه هاي هوم يسمح للسائح انه يزور بيوت سعودية وياكل مع الاهل، فحبت الفكرة جدا وحجزت اول مرة على واحد من البيوت اللي في الرياض. بدأت تطبخ معاهم، بدأت تجرب الإفطار الرمضاني، بدأت تاخذ وتعطي وكذا، يعني تحس إنه في كونكشن ما بين الضيف وما بين العائلة. وقبل ما تطلع كانت متأثرة جدا يعني من حجم الحفاوة اللي حست فيها، لدرجة إنها دمعت شوي يعني من كثر ما هم استقبلوها استقبال جميل وعطوها الهدية وحتى وصلوها إلى الفندق. فراحت على الموقع وحجزت ثلاث عوائل ثانية. فهذا بالنسبة لنا كان
الحمد لله يعني نقطة نجاح. طبعا أنا أعتبر الحمد لله من أهم إنجازاتنا في حيهم. أول شيء انتقالنا من فقط مستضيف بيت واحد ومستضيف واحد إلى أكثر من 300 مستضيف من حول المملكة، وأيضا من استقبال ضيف واحد إلى أكثر من 1000 ضيف الحمد لله استقبلناهم، ومن مدينة الرياض إلى أكثر من 20 مدينة حول المملكة الحمد لله، ولازلنا إن شاء الله في توسع أكثر وأكثر. وسبحان الله يعني الحمد لله الترتيب الإلهي يعني لهذا المرحلة من حياتي، قدمت على برنامج اسمه كرام. هذا كرام كان مقدم من الهيئة السعودية للسياحة في أول نسخة له، والحمد لله تم يعني قبولي في هذا البرنامج، وما كنت أعرف عنه الكثير، كنت أعرف بس أنه عندي فرصة أني أنا أصور وتجرب من تجارب حيهم وتطلع على الـMBC. فقلت مش يعني مستحيل أني أنا أفوت هذه الفرصة أنه أسوق لتجربتي على الـMBC، خليني أروح وأسافر للحايل وأصور تجربة هناك. الحمد لله بعد ما صورت تجربتي خبروني يعني القائمين على هذا البرنامج أنه أنا فزت في مبلغ 100,000 ريال سعودي. كانت طبعا يعني خبر جميل جدا لي ولشريكي ولكلنا، يعني متفاجئين أنه الحمد لله حصل على 100,000 ريال. بعد كذا شهر كلموني نفس البرنامج، برنامج كرام، وقالوا لي أنه إحنا ترشحنا أنه إحنا نكون من ضمن 3 تجارب الأخيرة اللي تفوز في 500,000 ريال سعودي. الحمد لله بدأنا التجهيز على التجربة الأخيرة، وعملنا لهم التجربة هنا في الرياض، وحبوا تجربة كثير، والحمد لله فزنا في المركز الأول كأفضل تجربة سياحية على مستوى المملكة، وفزنا بمبلغ 500,000 ريال. طبعا هذا كان أفضل الحمد لله افتتاحية لنا. الواحد وهو على رأس العمل يبدأ في دراسة فكرة المشروع وجدول المشروع. دراسة الجدوى ما تكلف كثير، بس لما تترك دراسة الجدوى ممكن تكلفك كثير. فهذه نصيحتي أنه يدرس السوق، يدرس المنافسين، يدرس الفكرة هذه كيف هي تعمل في الأسواق الثانية، وبعدها حتى يجرب، يعني يعمل تجربة تجربتين ويشوف كيف ردود الأفعال ويجمعها. دائما خلي عندك كاش للأيام الصعبة، لأنه أكيد أنت كرائد أعمال شركتك ما راح تمر كلها تكون في يعني في تحسن مستمر، لا، هيجي شهور تكون يعني فيها زيرو إنكم، زيرو سيلز. فهذه المرحلة تحتاج أنه تطلع من الكاش فلو وتبدأ تعيد اللي هي تسويق شوي شوي، تعيد حركة عجلة التنمية. الكتابة في الصباح أول ما الواحد يصحى من النوم يبدأ يوم جديد، أكتب إيش الأشياء اللي أشعر فيها وإيش الأشياء اللي أفكر فيها. وكانت سبحان الله كثير من الأفكار اللي ساعدتني أنه في المشروع اللي هي الكتابة الصباحية. أول ما أصحى من النوم قبل ما أسوي أي شيء أفتح الدفتر وأبدأ أكتب، وهذه يسمونها كثير في عالم الإبداع اللي هي المورنينج بيجز أو الصفحات الصباحية. صقلت شخصيتي هذه الشركة، وأنه أنا أكون المسؤولة عنها، أنا أكون المدير التنفيذي، صقلت كثير شخصيتي في أني أواجه الأيام الصعبة والأيام الحلوة. فأقدر أقول أنه الحمد لله حيهم غيرتني أكيد للأفضل. يعني يمكن كلمة واحدة بس حابة أقولها للي قاعد يتابعني وعنده فكرة، عنده حلم الشركة أو مشروع ريادي، كل شيء عظيم في هذه الحياة بدأ في حلم وفكرة. فإذا كان عندك فكرة أنت مؤمن فيها، ابدأ فيها على شوي شوي، كل يوم ابدأ بشيء بسيط، وتأكد أنه استمراريتك فيها بإذن الله راح يحولها إلى واقع. فاعقلها وتوكل، وشكرا لكم على وقتكم وعلى استماعكم لقصة حيهم.